هذه محطة القطارات في غوتنبرغ ومجموعة من الفنادق ريدسون بلو وغيره وغيره، وهذا السنتر الكبير، هذا بعد اوتيل، يعني السنتر صراحة سنتر ولا أروع. اللي بيوصل المدينة هاي يسكن في هالمنطقة، أحلى منطقة تقريبا، وكل شيء قريب عندك، مطار، الأسواق، شارع التسوق، كل الأشياء المهمة موجودة في هالمكان، قريب من محطة القطار. هاي صورة ثانية، هذا السنتر الكبير اللي أقول لكم عنه، هذا السنتر الكبير، وهاي محطة القطار. هذا السنتر يا اخوان عجيب صراحة، كبير وحلو جدا، واللي قريب من محطة القطار. وتشوفون نهر، هذا نهر جوتاف، يقسم المدينة إلى قسمين، يعني يتفرع والمدينة جاية في النص، المدينة القديمة جاية في نص تفرع النهر هذا. وين تروحني وين تمشي، كلها محلات وكلها أسواق وكلها مطاعم، كل حاجة. هذا مدخل، هذا اسم السوق، هذا اسم السنتر، الصراحة سنتر رهيب جدا. نواصل يا إخوان على القناة، نواصل التصوير، قناة تورجت اللي تربط المدينة بالبحر. شوفوا هالسفينة الحلوة، نواصل ونعيد معاكم نفس الكلام اللي قلناه يا أخوان. مدينة غوتنبرغ تعتبر ثاني أكبر مدينة بعد ستوكهولم في السويد، المدينة الثانية، وبعدها مالمو. عدد السكان الموجودين من نص مليون إلى 700,000، هذه تاريخ تأسيس تاريخها يرجع إلى سنة 1621. تصوروا أن كانوا الدنماركيين موجودين في هالمكان، فغزاهم ملك السويد، يعني هاك في هذاك الوقت ملك السويد اللي اسمه جوستاف الثاني، غزاهم وطردهم من هالمكان، وضم طبعا إلى الأراضي السويدية. هذا تاريخ المدينة هاي. وبعدين جاي مشتقة كلمة مشتق اسم غوتنبرغ، اسم المدينة مشتق من قبيلة كانت تسكن هنا اسمها جت، قبيلة جت كانت تسكن طبعا في هالمكان في هالأراضي هاي. طبعا مثل ما خبرتكم يا إخوان، يوجد في هالمدينة أشهر مصنع للسيارات في السويد اللي هو مصنع فولفو للسيارات في هالمدينة، كذلك يوجد فيها أكبر حديقة ألعاب في اسكندنافيا، الدول الأربع الاسكندنافية، يعني أهم الأماكن اللي فيها المدينة القديمة اللي كنا فيها من شوي وين محطة القطارات، وهاي حديقة الزهور فيها. طبعا مدينة الألعاب اسمها ليسبرغ، اسم المدينة ليسبرغ، مدينة كبيرة جدا وحلوة، واللي عنده أطفال لا يطوفها إذا جاء المدينة. طبعا أهم شارع لها وهذا هو شارع الملوك، كينجز، شارع الملوك هو هذا أهم شارع في المدينة. وفيه مثل ما السوق اللي مرينا عليه، ذا ماركت هول، اللي فيه قلت لكم فيه اللحوم والأسماك، هذا من الأسواق القديمة جدا فيها المدينة هاي. هذا اللي أنا أذكره عن هذه المدينة، واللي فعلا يعني تستحق الزيارة. وأنا أن رجعت إلى دبي بقرص إذن صديقي اللي قال لي ما تسوى، ما يسوى الوصول لها. لا والله يسوى، تسوى بصراحة، خصوصا اللي عنده أطفال ويروح مدينة الألعاب. وحتى في ناس يلقبون المدينة هاي بلندن الصغيرة، هذا لقب عليها من زمان، لندن الصغيرة تلقب المدينة هاي.
نواصل التصوير. الساعة 11 صباحا وعلي توجهنا الآن إلى مولمو، مدينة مولمو تبعد من هنا مثل ما قلت لكم تقريبا 274 كيلو. طبعا العاصمة ستوكهولم عاصمة جميلة جدا ويعني قمة في الإبداع وقمة في الأناقة وقمة في الجمال. مثل ما قلت لكم الدول الأوروبية يعيبها فقط التفسخ الأخلاقي، فقط هذا اللي يعيبها. ولا المدن الأوروبية جميلة، أكثر المدن الأوروبية طبعا جميلة ومرتبة ونظيفة مثل ما تشوفونها، وحاضرين لأي سؤال أي تساؤل أي حاجة غامضة. إن شاء الله نشوفكم في مدينة ثانية، وهذا تقريرنا والسموحة إذا في تقصير. وأشكر جميع الزوار وأشكر المحقق كونان، بس هذا المحقق المتوكل على الله يعرف خطواتي خطوة خطوة. حتى أنا شكيت أن حاط كمار على رأسي، دورت في شعري ما لقيت أي كمارة. سلام لك المتوكل. حاليا أنا متجه إلى يعني هذا هو شارع التسوق، متجه إلى محطة القطار. محلات مثل ما تشوفون الساعة 9 صباحا. اسمحوا لي على هزة اليد. وقت درجة الحرارة 13، في الليل تنزل لين 8 و7. طبعا هذه هي المدينة الثانية من حيث الكبر، يعني غوتنبرغ تعتبر ثاني مدينة في السويد بعد ستوكهولم، والمدينة الثالثة مالمو. إن شاء الله وأنا نازل صوب كوبنهاجن بمر على بصورها. هذه لقطات، نشوفكم إن شاء الله في لقطة ثانية. ما زلنا في سيت سنتر غوتنبرغ، هذا أحد المراكز، وهذا السنتر هنا اللي يبغى يشتري لحوم أسماك فواكه. مدينة حلوة تستحق الزيارة لمدة يومين. هذا اللي موجود في مالمو، اللي موجود في ستوكهولم شوي بعيدة أتصور 500 وشوية عن هالمدينة تبعد. لكنك إذا كان عندك فضول مثلي تقدر فيها من هول، تقدر فيها عن طريق الجو من ستوكهولم، تقدر فيها عن طريق الجو كذلك من الدنمارك من كوبنهاجن، أو تأجر سيارة وتوصلها. المسافة 330 كيلو متر من كوبنهاجن إلى هنا، تقدر توصلها بالقطار كذلك. أفالون هوتيل، نزلنا في سيتي سنتر، أنا في اتجاه طبعا محطة القطار، لكن هالمحلات بعدها يبغي لها تقريبا نص ساعة لين تفتح. اللي يفتح فقط مثل ما تعرفون كوفيات المطاعم. والمشكلة غيم، يا ليت الشمس تطلع بس عشان يكون التصوير أوضح. نواصل تصوير اللقطات. الزين يا أخوان في أوروبا إذا مثلا كرمك الله بتشتري حذاء ولا بتشتري، عندهم صناعة غريبة عجيبة، يعني لو بتعمر 200 سنة بيعمر معاك الحذاء. شيء يعني ما تتخيلونه كيف صناعة قوية جدا في يعني من ناحية الجلود، الملابس كذلك صناعة حلوة. العطور دائما أنا أخذها من أوروبا أصلية، هاي مؤكد 100%. دائما يا أخوان أنا والله ما عندي ثقة في العطور اللي أخذها من الخليج، أغلب لغات أخذ العطور من أوروبا.
بروحكم بتجربون تجربون وتذكرون كلامي. كم يعني كم تظل الريحة فيه في جسم فيه. هاي وصلنا هدفنا. ثواني نواصل التصوير. هذا واحد من المجمعات. صراحة مدينة حلوة. عندي صديق قال لي ما كان يمدح المدينة هاي، لكن بالعكس والله مدينة حلوة وتستحق الزيارة. فدائما يا أخوان دائما لا تعتمدون على كلام الناس، لازم بروحك توصل، لازم بروحك تروح، لازم بروحك تشوف، لازم تكون في عشان تحكم نفسك. لا تأخذ على كلام الناس، حتى على كلامي لا تأخذون. يمكن أنا جايزتي لكن غيري ما تجوز له. هذا عموما يا أخوان، ها في هالمدينة تصنع السيارة الشهيرة وأشهر سيارة في السويد اللي هي فولفو. هنا مصنعها في هالمدينة هاي. الحمد لله أخي كان طلعت الشمس فالحق أصور.